مريم بونجور، صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح عليك يا نهاوند، وصبح عليك يا كريم، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معانا فيها كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، سواء الفريق الأول طبعا لكرة القدم أو الفرق الرياضية المختلفة، وكمان يعني كل الأجواء هنا بمقر النادي وأيضا الفروع الأخرى. خلينا نبدأ طبعا بالفريق الأول لكرة القدم اللي النهارده عنده مباراة هامة جدا أمام نادي أوكلاند سيتي، ده طبعا في افتتاحية كأس العالم من الأندية أو الدور التمهيدي، وطبعا المباراة اللي هتقام في تمام الساعة 9 مساء على استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب. الحقيقة يعني أن كلنا ثقة في رجال النادي الأهلي النهاردة أن هم الحقيقة يتخطوا يعني خطوة أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية، والحقيقة يعني أن كل الجماهير أمال كبيرة جدا أو حاطة أمال كبيرة جدا على يعني فريق النادي الأهلي. خليني بقى نقول لكم يعني يمكن الاستعدادات الخاصة بالفرق المختلفة للنادي الأهلي لاستقبال طبعا يعني مشاهدة هذه المباراة. الحقيقة يعني أن الثلاث فروع أو المقر النادي الأهلي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، الحقيقة أن هم يعني فاتحين أبوابهم النهاردة منذ الصباح الباكر يعني كالعادة، لأن الحقيقة هيكون أو يعني هيستقبلوا يعني عدد كبير جدا من أعضاء النادي الأهلي اللي بيكونوا متعودين أن هم يشاهدوا مثل هذه المباريات طبعا في هذه يعني المحافل الكبيرة أو تحديدا كأس العالم للأندية. الحقيقة أن مقر النادي الاهلي بالجزيره وكمان فرعي طبعا يعني مدينه نصر والشيخ زايد، الحقيقه ان هم يعني هيكونوا على اتم استعداد، رافعين حاله الطوارئ في كافه الخدمات او كافه يعني الادارات الخاصه بهذه الانديه او هذه الفروع. يعني الحقيقه ان سواء اداره الخدمات، اداره الامن وكلهم يعني والمنافذ كمان المختلفه داخل النوادي، الحقيقه ان هم على اتم استعداد لاستقبال طبعا اعضاء نادي الاهلي لمشاهده مباراه الاهلي واوكلاند سيتي النهارده في تمام الساعه 9 مساء. ننتقل بقى لقطاع الناشئين طبعا، يعني اهلي 2005 حقق فوز مهم امبارح على نادي الاتحاد السكندري بثنائيه نظيفه طبعا او 2-0، يعني هي ده طبعا في الجوله 19 من بطوله الجمهوريه. الحقيقه كانت مباراه كبيره، ودايما قطاع الناشئين بيحقق الحقيقه يعني مباريات هامه جدا او بيحقق نتائج هامه جدا في المباريات الخاصه بيه، والحقيقه يعني ان ده او بكده يعني بهذا الفوز رفع طبعا يعني 2005 او اهلي 2005 رصيده ل 44 نقطة، وبكده يكون هو مستمر في صدارة طبعا ترتيب جدول بطولة الجمهورية، وده طبعا يعني بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 مباريات. ننتقل بقى يعني للفرق الرياضيه الاخرى، ولكن خلينا طبعا الخبر يعني الخاص بالنشاط الرياضي وكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي. الحقيقه ان هو اعلن في خبر هام طبعا اكيد التعاقد مع يارا اسامه ده لتدعيم طبعا صفوف فريق سيدات سله الاهلي، والحقيقه يعني ان طبعا النشاط الرياضي بقياده كابتن خالد العوضي الحقيقه ان هو الحقيقه على مدار الشهور الماضيه او على مدار الاشهر الماضيه ان هو يعني نجح في طبعا التوقيع مع عده صفقات كبيره في مختلف طبعا الفرق، سواء يعني سله او هاندبول او كمان فولي بول. الحقيقه ان هو قدر ان هو يضم عدد كبير من اللاعبات واللاعبين لصفوف هذه الفرق طبعا علشان يعني يكون في نتائج كبيره جدا خلال الفتره المقبله في مختلف البطولات. الحقيقه يعني ان كابتن خالد العوضي اعلن ان يارا اسامه هتكون اضافه كبيره جدا لسيدات سله الاهلي خلال الفتره المقبله، وان هي كمان جاهزه للمشاركه في التدريبات الجماعيه علشان تكون جاهزه كمان المشاركة في المباريات على طول خلال الفترة المقبلة، ده طبعا تحت قيادة كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سلة الأهلي. يعني كمان يمكن رجال سلة الأهلي بعد تحقيق الفوز خلال الثلاث مباريات الماضية، ده طبعا في الدور الترتيبي من الأول للثامن من بطولة دوري السوبر للمحترفين لكرة السلة رجال، الحقيقة يعني أن آخر مباراة لي في دور الذهاب أو الإياب عفوا هتكون يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 6 مساء أمام نادي سموحة، ده طبعا على صالة نادي سموحة. الحقيقة أن دي هتكون آخر مباراة في هذا الدور، وهيكون في
في توقف دولي حتى يوم 6 من مارس المقبل، وبعد كده يرجعوا بقى طبعا لمواجهة قوية جدا يوم 6 مارس أمام نادي الزمالك. والحقيقة يعني إن فريق رجال سلة الأهلي قدر إن هو يفوز في كل المباريات الماضية، سواء أمام طبعا نادي طلائع الجيش وأيضا المصرية للاتصالات ومصر للتأمين. والحقيقة يعني المباراة هامة جدا أمام نادي سموحة بتنتظره يوم الجمعة المقبل، وبعد كده زي ما أنا قلت هيكون في توقف لمدة شهر أو أكتر كمان من شهر بمباراة هامة جدا في هذا الدور، الدور الترتيبي من الأول للثامن، هتكون أمام نادي الزمالك يوم 6/3. بنتمنى لهم كل التوفيق سواء في مباراة يوم الجمعة المقبل أو أيضا مباراة نادي الزمالك إن شاء الله يوم 6/3. ايضا رجال طايره الاهلي في مباراه هامه جدا امام طلائع الجيش غدا الاربعاء، هتقام في تمام الساعه 4 عصرا، ده طبعا في استاد القاهره، وبعديها بيوم او يوم الخميس على طول هيكون في مباراه امام نادي الزمالك في تمام الساعه 8 مساء. اخيرا بقى سيدات كره اليد يعني عندهم مباراه هامه جدا يوم الخميس مع نادي الزمالك، ده طبعا يعني في منافسات بطوله الدوري. الحقيقه ان احنا نتمنى كل التوفيق لكل الفرق الرياضيه المختلفه يعني بمختلف انشطتها، طبعا زي ما احنا شفنا خلال الفتره الماضيه بيحققوا نتائج كبيره جدا، اكيد بنتمنى ليهم في المباريات المقبله ان هم يحققوا نتائج كبيره جدا. والحقيقه ان انا بختم كلامي يعني ان احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده، رجال النادي الاهلي النهارده لكره القدم في مباراه أمام أوكلاند سيتي، إن شاء الله يفوزوا في المباراة الافتتاحية طبعا، علشان طبعا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي بيمثل مصر في هذه البطولة الكبيرة، إن شاء الله يعني يكونوا على قلب رجل واحد ويحققوا نتيجة كبيرة جدا زي ما احنا معودين أو زي ما هم معودين جماهير النادي الأهلي. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. لا كالعادة يا مريم أنت بتعملي تغطية يعني كافية فما بيبقاش في أسئلة أوي، بشكرك جدا. ويمكن باين كمان من الأجواء عندك زي ما دكتور منار قالت لنا أن الجو إلى حد كبير مختلف النهاردة، في انخفاض في درجات الحرارة، في يعني رياح شوية حتى لو خفيفة زي ما احنا كنا بنتابع مع حضراتكم.